هل اعتبر كاذبة لو عدت شخصا بحفظ سره وسألني أحد الناس فأخبرته بكلام مختلف حفظا لسره، هل اعتبر كاذبة؟ احنا عندنا في الأثر بأن يعني في المعاريض مندوح عن الكذب، يعني الإنسان لو استعمل المعاريض وعرض في كلامه لكان ذلك خيرا، والأولى أن كل إنسان ينشغل بما ينفعه، ولابد من المحافظة على الأسرار، ما فيش هناك سر يخرج، طالما طلب منك أن تحفظ هذا السر لا تخرجه ولو كان في ذلك الضرر الذي يحيق بك.